آخر سؤال هسأله لك، الفرق بين، أنت طبعا سافرت أفريقيا، الفرق بين الخامات إيه؟ بيننا وبينهم هناك؟ الطبيعة، الطبيعة هناك قاسية شوية، يعني ممكن في نيجيريا تلاقي واحد ساكن في أعلى تبة، فكل يوم بيطلع التبة دي وبينزل، فقوته الجسمانية بتبقى أعلى، هو بس الفرق بيننا وبينهم وقفة الملعب، تكتيك بس؟ طموح؟ طموح، لا هم عندهم طموح، أي لعيب هناك بيبقى كويس بيبقى عايز يطلع بره. ليه؟ الحالة المادية، يعني بيشوف الحالة حواليه، المستوى الاجتماعي، لا لا تعبان جدا في افريقيا، بقى تعبان كده. هل هو عايز يهرب من اللي هو فيه ده طبعا ومش عايز يرجع تاني؟ بس عارف انت لما تكون حالة عامة، يعني غانا مثلا حالة عامة بالظبط، كل شوية واحد سافر من هنا، واحد سافر من هنا، واحد كان ساكن جنبك سافر، هي بتبقى حالة عامة. فهو بيصحى من النوم يروح الملعب الساعة 8 الصبح او 7 الصبح، ده الميعاد عندهم هناك، يلعب في ارض صعبة جدا وتقيلة، وبعد كده بيجي حد عين كويسة يشوفه وياخده معاه، هما كده في افريقيا. طب المحترف المصري ما بيكملش بره ليه؟ عشان بيبقى دماغه مشغوله بحاجات تانية. حاجات تانية. الأفريقي بيستميت على الفرصة، بيموت عليها. انت تستريح خالص وتريح دماغك خالص.